أعزائي عزيزتي متتبعي رمال تي في، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي كليسة رياضية، برنامجكم الأسبوعي كليسة رياضية. يسعدني ويشرفني اليوم أن أستقبل أحد نجوم وأبرز لاعبي حسنية أكادير في فترة كانت فيها الحسنية في أبهى حللها حينما توجت بلقبي البطولة الوطنية. ضيف حلقة اليوم هو الحارس السابق لحسنية أكادير والنجم الذي استطاع أن يدافع عن حسنية أكادير في سنتين على الثوالي وتم الفوز بالبطولة الوطنية. ضيف اليوم هو النجم رضوان بشتوي. سي رضوان مرحبا بك ورمضان كريم. ايضا ريبال تي في تتمنى لك ايضا رمضان كريم. سي رضوان بشتوي، انت من النجوم اللي عشتي في واحد الفتره الذهبيه مع فريق حسنية أكادير، الفتره الذهبيه اللي كل كيعرفها بان هي الفتره اللي فتتوا بها بالبطوله الوطنيه. وسي رضوان بشتوي انت واحد من الناس اللي صنعوا هذا المجد باعتبارك ان في طيله البطوله، مع اعتقد البطوله الاولى او الثانيه، لم تستقبل شباك والهدف. ولكن قبل ما نوصلوا هذه المسألة، هذه السي رضوان بشتوي الكل كيعرف أنك في بداية ديالك، بداية ديال الرياضة، أنك أعتقد أنك بديتي بكرة اليد قبل ما تلتحق بكرة القدم. بغيتك تهضر لي السي رضوان بشتوي على البداية الكروية ديالك وكيفاش تم الولوج ديالك لفريق حسنية أكادير. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كيعرف الجميع يعني البدايه ديال اي طفل كتكون في الاحياء، فانا يعني ابن حي الحسني يعني اللي معروف بالبطوار. بدايه ديالي كانت يعني بالاحياء مع يعني الاصدقاء والجيران ديالنا، فكنا يعني الكل كيعرف بانهم اللي كتجي من المدرسه كتلعب، فكنت انا من الصغر ديالي يعني بهذه العباره مهووس مولوع بالكره ومهووس يعني بالمركز ديال حراسه المرمى. يعني من صغري يعني كانت الحمد لله موهبه اللي ما بقاتش دابا، الموهبه كانت من الصغر والحمد لله. يعني كان الاخ ديالي الاكبر محمد، نتمنى بهذه المناسبه ربي يشافيه ان شاء الله، انه كان هو ان شاء الله هو اللي كان يعني كما كنقول القدوه ديالي. كان كيلعب اول حاجه كان حارس مرمى في فريق نجاح زوز كره اليد وفي نفس الوقت يعني فهذا الشيء اللي غينطبق عليه اللي غنحكي عليه، فراه حتى هو كان كيطبق على الاخ ديالي الاكبر نفس المسار تقريبا، حتى هو نفس المسار، كان نفس الشكل، كان حارس مرمى في نفس الوقت ديال فريق الدفاع عن سنه اللي هو حاليا دفاع عن سنه، كان الاتحاد الرياضي السوسي سابقا كان كيلعب حارس المرمى. فمن بعد انا يعني كما يعني الطفوله ديالي اللي قضيت في الحي الحسني، جا يعني جا عندي واحد الوقت الاخ ديالي كيقول لي بانه راه شافك واحد جوج ديال الاشخاص اللي بغاوك باش تلتحق بالفئه الصغرى ديال فريق الاتحاد الرياضي السوسي دفاع امسيرنات حاليا، لانه كنعرفوا بانه الاتحاد الرياضي السوسي اللي هو دفاع امسيرنات حاليا كان كيلعب في ملعب عبد الله ديدي اللي يعني جانب ديال سوق الاحد، انت كتعرف الحي الحسني قريب من السوق. فقلت ليه شكون هاد جوج ديال الاشخاص؟ قال لي راه غدا غادي يجيو عندك. هما كانوا جوج الاشخاص، انا غنقول الاسم ديالهم اللي هو قرمش محمد قرمش، اللي هو الان اللي كان كيشتغل واحد الوقيته في حسنية أكادير اليوم بطبيعه الحال، ومحمد كربيل كربيل. هاد جوج الاشخاص هما اللي جاو عندي، كانوا كيجيو من الحي ديال امسيرنات ولا من الملعب ديال عبد الله ديدي، كيمشيو للانبيعات. ملي كتبغي تمشي من الانبيعات لعبد الله ديدي راه اوتوماتيكمون غدوز من وسط الحي الحسني من الدرب اللي كنا كنلعبوا فيه. جاو عندي قال لي خصك تلتحق بفريق الاتحاد الرياضي السوسي الفئه الصغرى. بالفعل رحبت بالفكره والتحقت بفريق الاتحاد الرياضي السوسي اللي هو دفاع امسيرنات حاليا الفئه الصغرى، يعني الصغار الفتيان الشبان. في هذيك الفتره انت ملي دخلتي السير دوان وانت في حراسه المرمى ما كنتيش زعما؟ لا نهائيا، انا ملي بديت في حراسه المرمى في هذيك الفتره يعني التحقت صعدت من كنت كنقرا في مدرسه الشيخ سعدي
الاعداديه؟ لا مدرسه، هي الان اعداديه، كانت من قبل مدرسه، مدرسه الشيخ سعدي، يعني المرحله الابتدائيه صعدت المرحله ديال الاعدادي اللي عبد الكريم الخطابي اللي كانت كتواجد بالعزيب. لما التحقت بالاعداديه ديال عبد الكريم الخطابي تما بديت كنكتشف، يعني في لي جو سكولير بديت كنكتشف كره اليد، حراسه ديال كره اليد. كانوا جوج ديال الاساتذه كيرجع لهم الفضل لانه كانوا لي جو سكولير، يعني كنا كان الالعاب المدرسيه، الالعاب المدرسيه كانت كتكون هي فوالا، كانت الالعاب المدرسيه كنلعبوها الاربعه والجمعه. فالفضل كيرجع لجوج ديال الاساتذه اللي هو السي ابراهيم هنيش وسي حقون، هادو كانوا يعني مختصين. ابراهيم هنيش له علاقه مع الحكم هنيش؟ الاسم نفس الاسم حكم؟ لا لا، اولا ابراهيم هنيش راه حارس سابق لفريق الرجاء اكادير ومدرب حراس ديال فريق حسينيه اكادير، دربني بواحد الفتره يعني معينه بفريق حسينيه اكادير. هاد الاستاذ يعني ابراهيم هنيش ولا السي حقون يعني كانوا داروا واحد الفريق ديال الالعاب المدرسيه خاص باعداديه عبد الكريم الخطابي، بديت كنلعب معاهم، بديت كنلعبوا الاربعه والجمعه. الاصدقاء ديالي كانوا كيلعبوا معنا في الالعاب في الفريق في الالعاب المدرسيه، كانوا فيهم بعض اللاعبين كيزاولوا بالفئات الصغرى في فريق نجاح سوس. نجاح سوس فعرضوا عليا الفكره ومشيت لعبت مع مشيت التحقت بفريق نجاح سوس فئه الشبان، كره اليد فئه الشبان، وكان المدرب هو السي مصطفى مزار. كان هو المدرب الحالي ديال هو المدرب الحالي، يعني شوف سنوات فهو اللي التحقت بالفريق، وفعلا بديت المسار ديالي في هذاك الوقت مع حراسه ديال كره اليد. كتزوج ما بين كره القدم وكره نفس الوقت، في نفس الوقت فكنت كنمشي بين 12 وجوج كنمشي للفريق الاتحاد الرياضي السوسي كندرب معاهم، وفي السبعه د العشيه ملي كنجي مع السته كتعرف كتحط الشكاره الادوات المحفظه وعاود كتبدل حوايجك وتمشي ندرب مع فريق نجاح سوس لكره اليد. فتما بدا المسار ديالي ديال كره اليد، وفي نفس الوقت بدا المسار ديالي في كره القدم. السير دوان بغيت غير نسولك واحد المساله ديال التدريبات، فين كنتو كتدربوا انا ذاك كره اليد مع نجاح سوس؟ كنا كندربوا قبل ما تكون القاعه، كان هناك المكان هذه الفتره اللي كتهضر عليها مازال ما كاينه التقاع في لا ما كايناش التقاع، كان هناك الملعب الانبعاث الجنوبي، يعني المكان اللي كتواجد فيه الان القاعه المغطاه. انا ذاك في الملعب كان هناك ديال. كان هناك ملعب يعني ملعب ديال كره اليد، وكانوا ملاعب اخرى في الجانب ديالو اللي متواجدين الان في باقيين تما كنا كندربوا. من بعد يعني الالتحاق ديالي بفريق الكبار ديال نجاح سوس. لعبتي فئه الكبار في كره اليد؟ لعبت فئه الكبار في كره اليد. من بعد تقريبا سنه فريق نجاح سوس قدم اعتذار عام. ملي قدم اعتذار عام تكريات في هذيك السنه قبل تكريات جوج ديال الفرق، يعني فريق رجاء اكادير لكره اليد اللي باقي الان دابا، وفريق وفي نفس الوقت تكريات فريق حسينيه اكادير لكره اليد. فاللاعبين ديال نجاح سوس تفرقوا تقريبا، كاين اللي مشى رجاء اكادير، انا مشيت مع بعض اللاعبين مشينا لفريق حسينيه اكادير لكره اليد اللي كان الرئيس ديالها هو سي عبد الله ابو القاسم. مزيان، دابا اللي بغينا نفهموا بان الالتحاق الاول ديال حسينيه اكادير كان الالتحاق لكره اليد فئه الكبار اللي كان كيطرسها انا ذاك سي عبد الله ابو القاسم اللي هو الان رئيس حسينيه اكادير سابقا ورئيس العصبه اللي كنوجهوا ليه التحيه بالمناسبه، اذا لان من الناس اللي ساهموا في التنميه ديال كره القدم في المدينه. دونك تحدد لنا هذه المساله على هذه الفتره هذه السي رضوان ديال الالتحاق ديالك حسينيه ومن كرة اليد كيفاش غادي يلتحق رضوان بالشيوي الفريق كرة القدم ديال حسينيه اكادير ومن بعد البروج ديالو. فالوقت اللي التحقت بفريق حسينيه اكادير كنت نفس الوقت كنمارس مع فريق الاتحاد الرياضي السوسي اللي هو دفاع كنلعب. فبعض الاحيان بصراحه الاخ حميد كنا كنلعبوا كيكون عندي مقابله جوج مقابلات في نهار واحد، يعني مقابله في الصباح مع فريق حسينيه اكادير كرة اليد، وفي الثلاثة الأشياء عندي مقابلة وكتكون خارج أكادير. فكم شحال من مرة كانوا المسيرين ديال فريق دفاع مصير ناس كيجيو كيتفرجوا فيها، يعني فريق كيسبقني مثلا كنلعبوا غير في يعني في النواحي ديال مدينة أكادير مثلا ولا تارودانت مثلا ولا هو راه تيزنيت تارودانت،
كانوا الفريق يغادر وكيجيو كيتفرجوا، فواخا ما عندهم ما يديروا كرة اليد كيجيو كيتفرجوا حتى كنسالي وكنمشي كنلتحق معاهم بالفريق اللي كيكون كيتواجد يعني في النواحي، وكنلعب في الصباح وكنلعب في العشيه. هذيك الوقت يعني بصراحه ما كناش كنحسوا، كان الجهد ما كانش يعني الصغر ما كانش كنحسوا لا باصابات الحمد لله لا بتا حاجه. الوقت اللي لعبت كيفاش بغيتي تعرف كيفاش التحق بفريق حسين اكادير كره القدم، فتره مهمه فوالا. هذيك فهذيك في واحد في السنه اللي التحقت بها فريق الكبار ديال دفاع انترنات، لعبنا مقابله ديال سد براج ضد فريق اتحاد بوتشكر، وما ادراك ما اتحاد بوتشكر في هذيك الوقت يعني لاعبين في المستوى العالي بصراحه. عطات مجموعه من اللعابه تاعي فريق حسين اكادير بطبيعه الحال، فريق حسين اكادير فريق رجاء اكادير في ذاك الوقت اللي كان هو يعني من الفرق اللي قويه في المنطقه. فلعبنا المقابله ديال السد مع اتحاد بوتشكات في ملعب الانبيات، وكان الحكم السي الحاج جيد الاب ديال رضوان جيد باش يلعب ديك الساعات. الحاج جيد راه كان قدوه ديال الجميع بالنسبه للتحكيم. الحمد لله استطعنا اننا نفوزوا في هذيك المباراه وصعدنا للقسم الموالي. في هذيك الفتره كان هناك واحد الاتفاقيه دارت بين الجامعه يعني بلديه اكادير ومدينه في بلغاريا سميتها بليفن، كانت واحد التوامه اتفاقيه شراكه ولا نقولوا توامه ديال المدينتين. فكنا كنعرفوا بانه اللي كان كيسير البلديه في هذاك الوقت هو سي عبد الله العروجي. العروجي كان هو اللي رئيس فريق حسين رجاء اكادير، وكان عارفوا يعني كيفاش كان يعني المسائل كانت في رجاء اكادير في هذاك الوقت، يعني لاعبين في المستوى، مدرب المرحوم سي مديح الله يرحمه في هذا الشهر المبارك، يعني كانت ظروف يعني مواتيه قربوا يعني الفريق الحسنيه في الموارد الماليه والموارد المشاريع. صحيح. فكانوا اتفقوا في الاول انه فريق حسين اكادير الفريق الاول ديال المدينه هو اللي يمشي. كانت واحد كما كنقولوا عيد وطني ديال ديك المدينه المدينه بليفن، وعرضوا يعني على فريق من الجهه ديال اكادير، فكان فريق حسين اكادير هو اللي يلتحق. ولكن ارتأى السي عبد الله العروجي انه يدار يعني منتخب ديال جهوي ديال سوس كله، باش اولا على الاقل ديال اكادير ديال منطقه اكادير باش يلتحق يشاركهم في هذيك يعني الايام. يعني كما كنقولوا كانوا مسابقات، كانوا عروض، كان يعني بزاف كاين احتفالات بالمناسبه ديال اليوم الوطني ديالهم. بالفعل كان اللي كان مدرب سي جمال الحرش هو المدرب، انا ذاك كان اعتقد هو المدير التقني، هو المدير التقني ديال العصبه وكان سي جمال الحرش، وكان مع سي حسن الدبكيش. هادو هما اللي تعطاتهم يعني المسؤوليه باش يجمعوا هاد المنتخب هذا ويشاركوا في مدينه بليفن بلغاريا. بالفعل توجهت لي الدعوه انا واللاعب دادو عبد الله اللي كيتواجد الان بالديار الارمنيه، اللي كان معايا فريق دفاع انترنات. توجهت الدعوه للاعبين حسنية اكادير رجاء اكادير امزا نجاح سوسين زكان، فكنظن بانه كانت هناك يعني اختيار ديال 16 لاعب على ما اظن 16 لاعب، كان كما قلت كان الاختيار ديال 16 لاعب من بينهم جوج لاعبين ديال فريق دفاع انترنات اللي هو عبد ربيه وعبد الله دادو. لحقنا بالديار البلغاريه، لعبنا كنت مشيت انا وحارس فريق حسين اكادير انا ذاك دريس لاركيت كان مع شقيره في حسين هو الحارس الاول انا ذاك حسين لا الحارس الثاني ديال فريق حسين اكادير، لانه شقيره كان عنده كان مصاب، لان هاد المنتخب تختار من بعد نهايه البطوله الوطنيه فتره ديال التوقف ديال البطوله فجمعونا واختاروا فينا يعني 16 لاعب. مشى معنا جمال الحرش، مشى معنا ادبيكيش، مشى كانوا لاعبين فريق رجاء اكادير كدليلي كرضوان بن الحسن ك ابراهيم، يعني كانوا لاعبين كثار فريق حسين اكادير حموداك، كانوا لاعبين بصراحه كنا واحد المنتخب يعني في المستوى. مشينا للديار البلغاريه، لعبنا على ما اظن ثلاثه ديال المقابلات.
ولعبت انا ولعب ايضا الحارس لاركيتو، يعني كان بليت البلاء الحسن في هذوك المقابلات. فلما جينا من بلغاريا المدرب السي حسن البكيش عطاه كما كنقولوا تقييم ديال الدوره كيفاش كانت وشكرنا. ومن في هذيك الوقت جمال الحرش كان هو مدرب، كان مدير تقني، وهذيك السنه غيولي مدرب ديال فريق عسيرة أكاديمية. فطلب من رئيس الفريق اللي هو احمد بنكوك، كان نوجه ليه التحيه في هذه المناسبه، انه يعني يحاول يجلب رضوان بن الشيوي من فريق الدفاع مسيرنات حارس، يعني يمكن يكون عنده بدات كتبدا البوادر ديال يكون عنده مستقبل يعني في حراسه المرمى. فبطبيعه الحال في واحد الوقت يعني اتصلوا بيا الناس ديال، وانت كتعرف يعني بين قوسين انه اللي كيساهم مع فريق الدفاع مسيرنات اللي هو رجاء اكادير، اللي هو عبد الله العروجي، اللي هو اللي كان كيمول فريق دفاع مسيرنات. اتصلوا بيا يعني الناس المكتب ديال فريق دفاع مسيرنات، يعني بهذه المناسبه كنشكرهم بزاف بزاف، لانه هذه المساله اللي غادي نحكي يعني الا ما لقيتيش مع اولاد الناس ما يمكنش، لان كاين واحد اللي ديكليك في المسار ديال الانسان. فالناس اللي كيرجع لهم الفضل، يعني بلا ما نذكر الاسماء، لانه ولا ذكرت الاسماء نقدر ننسى شي واحد، وما بغيتش انا ننسى حتى شي واحد. فكانوا معايا كما كنقولوا بهذه الكلمه رجال معايا، طلبوا مني انه راه فريق حسينة اكادير طلبني باش نلتحق به، ولكن هما الوقت اللي السي عبد الله العروجي فريق رجاء اكادير يعني ساق الخبار بانه فريق حسين اكادير بغى يجيب لاعب من دفاع مسيرنات، فما بطبيعه الحال ما غاديش يعتبروا ان الرجاء هي الاولويه، ما غاديش يعجبهم الحال، لانه الاولويه رجاء اكادير، حنا اللي كنمولكم، حنا اللي كنساهموا معكم. فقالوا لي عندك الاختيار، حنا هادي كاين راه حتى رجاء اكادير واحد العشيه كيتصلوا بيا كيقول لي غادي نمشيو نشوفوا اليوم، غادي نشوفوا رئيس فريق حسينة اكادير اللي هو السي احمد بنكوك، وفي نفس الوقت غندوزو نشوفوا السي العروجي وكيبقى ليك الاختيار. ففعلا مشينا عند السي احمد بنكوك البيت ديالو واستقبلنا، وكان عنده انه الفريق الغد يعني الجمعه، باقي كان عقد الجمعه بالليل، السبت الفريق في الصباح فريق حسينة اكادير كان في القسم الوطني الثاني غادي يمشي يلعب اولى المقابلات في قي بن صالح على ما اعتقد. قال لنا المهم كان معنا كليرينيت، هاش غنعطيكم، هاش غندير، 1+1=2. كان واضح. وقال لنا انا غادي نمشي غدا لفقي بن صالح نهار الاثنين يكون عندي الجواب يا بالقبول يا بالرفض. خرجنا من عنده مشينا عند السي عبد الله العروجي اللي كان كيسكن في المسيره، في حي المسيره، مشينا عنده دقينا عليه، خرج عندنا تكلموا معاه الاصدقاء الناس ديال المكتب بانه راه السي رضوان بن الشتيوي راه فريق حسينة اكادير. حتى هو تكلم معايا يعني بكل موضوعيه، فوالا اش كاين حنا فريق يعني هو ما حددش يعني آه. ماشي نقول لك بحال نقول لك راه دار غلط ولا لا نهائيا، غير ما كانش واضح 100%، ماشي ما كانش واضح، هو كيعتبر الفرقه ديالو وفعلا لان هو اللي كيمول، هو اللي كيعطي كل شيء للفريق. فبقات عندي انا الكره، قالوا لي الاختيار ديالك باش ما اختاريتي حنا راه معك. كان المرحوم السي مقريش، كان هو اللي الله يرحمه في هذا الشهر المبارك، كان هو اللي تريزوري ديال الفريق رجاء اكادير مع السي العروجي، وكان جارنا. فانا ملي جيت لقيت سولت على الاب ديالي باش نتصور معاه، لقيته راه كاين عند سي مقريش في الدار، عيط ليه. جا الاب ديالي سمحك سي مقريش عيط عليه. المهم عيط ليه قال لي خص الاب الابن ديالك يجي يلتحق بفريق رجاء اكادير. المهم جا الاب ديالي حتى هو نفس الشيء، قال لي اش درتي؟ قلت لي راه اش كاين، مشينا عند سي بنكوك وكان بصراحه يعني عشت واحد الضغط وانا باقي صغير. ما عرفتش اش كان عندك في العمر انذاك؟ اظن 21 سنه. بالنسبه لانا راه الانسان ما خصوش يقول صغير، لانه 21 سنه راه في اوروبا الانسان راه ولكن انا 20 سنه. ف قلت لي انا خليه غدا نجاوبك. الفكره اللي طاحت عليا انه بصراحه واحد الشخص حتى هو راه لعب واحد الدور كبير، انه الغد في الغد مشيت
مشيت عند سي محمد بوعجينه المقر ديال العمل ديالو الحارس ديال الرجاء لانه كان مدرب ديالي في دفاع انترنال. وهذه المساله ديال اللي درتي ديال تصورتي وداك الشيء واش كنتي بوحدك ولا كان معك الاخ ديالك ولا كان؟ لا بطبيعه الاخ ديالي هو اللي كان كيورونتيني هو اللي. وبصراحه ما كاينش فيهم اللي قال لي سير للرجاء اكادير ولا سير الحسنيات اكادير. لا الناس ديال دفاع انترنال مشكورين بصراحه ولا العائله ديالي الاخ ديالي الاكبر والاب ديالي. فالتحقت لغد لي مشيت عند سي محمد بوعجينه قال لي واحد الكلمه عمرني ما غنساها وراه الان دابا واقعين فيها حنا ماشي يعني الانسان كيقول غير الصراحه. كنتكلم معاه قلت ليه شوف انت كنتي ديجا لاعب سابق ديال فريق الرجاء اكادير انا هالوضعيه ديالي باش كتنصحني؟ قال لي نقول لك واحد المساله قال لي انا فريق الرجاء اكادير دوزت فيه حياتي لحد الان مرهون بشخص كما وقع الفرق كثيره بزاف ديال الفرق لا سبارلاك وكراكوشي بلا من يعني كان 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 شخص اللي هو رئيس هو اللي كيمول ولكن غدا ولا غدا ملي يمشي ذاك الرئيس غيتعرف مشاكل. قال لي بالعكس فريق حسيت اكادير كيبقى دائما هو الفريق الاول ديال المدينه ديال المدينه وديال الجهه. مشى شخص جا شخص غادي يبقى دائما. فهذاك الكلام اللي قال لي يعني بقى يعني بقيت كنفكر فيه في هذيك الوقت. اول واحد عطيتو القرار ديالي هو محمد بوعجينه اللي كان قدم لي التحيه بهذه المناسبه قلت له شوف انا غادي نمشي للفريق حسين اكادير. جيت عند الاب ديالي الى عطيتهم القرار ديالي ومشيت عند الناس ديال دفاع امسترنال قلت لهم انا غادي بغيت نلتحق بفريق حسين اكادير ماشي نقص بالنسبه لرجاء اكادير ولا يعني كيبقى اختيار والحمد لله كان اختيار الحمد لله ناجح. و في هذيك الفتره راه كما كنقولوا تقطع الماء والضوء على فريق دفاع امسترنال باش نقول لك كيفاش عانوا يعني الفريق اللي كان دابا ملي مشيتي انت غيكون وقع لهم مشكل مع الرجاء بطبيعه الحال ماشي مشكل كبير ولكن دير راسك انت بلاصتي عبد الله العروجي انا كنعطيك كنمولك كنساعدك وملي كنبغي منك لاعب واحد كنعطيه لفريق اخر. فكانت مساله عاديه وهما يعني تقبلوا القرار ديالي والحمد لله التحقت بفريق حسين اكادير. كان في هذيك السنه كما قلت لك جمال الحرش هو مدرب الفريق وكانوا في القسم الوطني الثاني وفي هذيك السنه فاش غادي نصعدوا للقسم الوطني الاول. مزيان دابا وصلنا لهذه المرحله هذه المرحله اللي مهمه في حياه السي رضوان بشتوي اللي الحديث قيم حديث جميل معك السي رضوان لانك كتعاود التفاصيل ادق وهذه المساله هذه هي اللي كيقلبوا عليها المتتبعين لان كلشي كيعرف بان اللي لاعب مدرب ولكن التفاصيل ادق هي اللي بغينا نوصلوها للمتتبعين ديالنا. دابا وصلتي لحسنيات اكادير ودخلتي كيفاش كان التعامل ديال المدرب واللاعبين والوصول ديالك خصوصا انك جيتي انت ولد المدينه ولد اكادير ولد دفاع امسترنال وكنعرفوا الحي الحسني بوتشكات ودخلتي الملعب اللي بعد كان قريب عليه كيفاش كان التعامل ديال المدرب واللاعبين وكيفاش كانت لانتيغراسيون الاولى ديال السي رضوان بشتوي واش غير جيتي ولعبتي مثلا ماتش ودخلتي في الرسميه ولا كانت فتره شويه صعيب كتبغي شويه الخدمه وكلشي كيعرف بلي راه الكره كتبغي شويه الخدمه بغيناك تعاود لينا على هذه الفتره هذه السي رضوان باش الناس تستافد من التجربه ديالك. الوقت السنه اللي لحقت اللي التحقت بها فريق حسينيات اكادير فكانوا يعني اولا لقيت يعني السنه الاخيره ديال اللاعبين يعني اهرامات ديال فريق حسينيات اكادير يعني كنت صغير كنتفرج فيهم نعطيك غير بعض الاسماء اللي كانت هذيك هي السنه الاخرى ديالهم كان السي عبد الكبير مزيان كان عبد الرحيم التويبي كان عادل يعني هادو انا كنت صغير كنمشي كنتفرج فيهم في ملعب الانبيات كتلقى راسك معاهم في نفس المجموعه. كانوا لاعبين اخرين كان جلال شقيره اللي انسان بهذه المناسبه كنحييه لانه الى الفضل كيرجع يعني الفضل كيرجع ليه حتى هو الى بن شتوي رضوان كمل في المسار ديالو غنقول لكم علاش فريق حسين اكادير فكيرجع لانه كتشوف لاعبين سبقوا كان عزيز حموده الاخوان حموده عبد الله عزيز اغوديت اشامي يعني لاعبين ما كنبغيش نقول سميات يوسف الناهيري ما كنبغيش ننسى بعض الاسماء اللي ساعدوا. جيت بصراحه ما لقيتش مشكل نهائيا لا 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 بالنسبه للاصدقاء اللي موجودين اللاعبين اللي موجودين ديال فريق حسينيات اكادير. لقيت هذه المساعده كبيره بزاف من جلال شقيره لانه انسان اللي سابقك وعنده اسم ديالو يعني انه راه كان كيعطيني الملابس ديالو باش كنلعب. انا جيت من فريق ما نقولش فقير ولكن فريق من الهوات اللي عنده الحمد لله اسم ديالو عطاه لاعبين
وجيت كنمثل هذاك الفريق، فريق حسين اكادير. بديت المسار ديالي، كان المدرب هو سي جمال الحرش. بديت المسار ديالي مع فريق حسين اكادير. هذيك السنه عمرني ما لعبتش السنه الاولى في القسم الوطني الثاني، ما عمرني لعبت. يعني نقدر نقول لك انه كنت كان شكون اللي كان الحارس الرسمي؟ هو جلال صقيره، وكان الحارس الثاني هو ادريس لاركيت. وهذيك السنه كنت جيت انا فيها الفريق حسين اكادير، وجا حتى عزيز فاكير حارس ديال فريق شباب الخيام، هو التحق بفريق حسين اكادير، التحقنا به بجوج. بعض الاحيان كنمشي انا كحارس ثالث، بعض المرات كيمشي عزيز فاكير يعني سنه كلها ما لعبتش. حقنا الصعود، فهنا غادي يعني غتبدا مرحله اخرى. حقنا الصعود، جاء مدرب يعني الروماني اللي توفى في ملعب الانبيات، جا ما كيعرفنيش بطبيعه الحال، ما مني لعبت ما حتى حاجه. بدينا الاستعدادات ديالنا في مدينه اكادير على انه غادي نمشيو نديرو يعني معسكر مغلق بمدينه الدار البيضاء. جابوا حارس اخر اللي هو الرامي، جابوا من فريق فهذيك السنه جاوا شي اربعه ديال اللاعبين ولا خمسه من فريق رجاء اكادير، يعني المرحوم موسى، كان سيرجي، كان العلوي، كان الحارس الرامي، فكانوا ثلاثه الحراس. ثلاثه الحراس هو المدرب، كتعرف مدرب اوروبي دار ثلاثه الحراس في 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 يعني في اللائحه، شقيره، دريس اركيت، الرامي. ما كاينش يعني هذه الوقت اللي غادي نمشيو نديرو، هذه مرحله حاسمه في حياتك. هذه هي مرحله اللي هذا هو الترونك ديال لو ديكليك يعني المساله اللي غتخليني نمشي في المسار. فكيطلب مني كيقول لهم اودي لاعب حارس جبتوه من الهوات، من فريق الهوات، صافي ردوه. فكيتصل بيا رئيس الفريق يقول لي يا رضوان حنا راه غادي نمشيو. رئيس الفريق انا ذاك باقي احمد بونكوك، كيقول لي حنا راه غادي نمشيو للدار البيضاء معسكر مغلق، وراه الاوراق ديالك منين نجيو راه تلقاهم باش ترجع للفريق ديالك. فكنشوف بانه يعني المسار ديال بن شتيوي صافي غيسالي انت، لانه قالت شويه يلاه بديتي واحد المرحله انه مشيتي للفريق الاول ديال المدينه ديالك، ما تعطاتش فرصه من انه لا غلب، وكتشوف غترجع عاوتاني للفريق الهوات. ماشي عيب، ولكن كتقول يعني صعيب الحب جيت للدار، جيت للدار، هادشي كنقول لك بالتفاصيل. جيت للدار، جمعت الحوايج ديالي ومشيت للتخيام مع التخيام كما كنقول الفانسان. مشيت مع الاصدقاء ديالي التخيام، مشيت لتما. الاب ديالي الله يرحمه في هذا النهار، يعني راه حتى الاب كيلعب واحد الدور، هو كان صديق ديال السي الحسن القاموس. السي الحسن القاموس كان هو الكاتب العام ديال فريق حسين اكادير، كان كيشتغل باحدى الوكالات البنكيه. فانا مشيت، هو مشى عنده، تصور مشى عنده من 9 حتى لوحده، هو معاه في مقر العمل ديالو. كيقول لي اودي راه رضوان يعني بقى فيه الحال، وغادي ترجعوا لامسيرنات، وهو بغى يبقى معكم يعني. بقاو كيهضروا، قال لي واش رضوان مستعد باش يبقى. ديك الساعات مازال ما كاين لا تيليفون لا بورتابل لا والو. قال لي واش رضوان بغى يبقى؟ قال لي يبقى، واخا يبقى حتى كاتريام كاردي، غادي تجي واحد الوقت غتعطاه الفرصه ديالو. فسي الحاج القاموس مشكور، كيهز التليفون كيعيط لرئيس الفريق اللي هو احمد بوكو، كيقول له اودي راه شوف راه رضوان بن شتيوي ما بغى يبقى مع فريق حسين اكادير، واخا يكون كاتريام كارديان، راه كتكون عصبه سوس، كاين يعني مقابلات عصبه سوس كاين في الكاس، يعني يمكن يعني لقى احمد بوكو حتى هو ما رفضش ليه الطلب، قال لي صافي ماشي مشكل، صافي خليه مع لي فيكتيف. دونك هذه المساله بعدا مزيانه، كيجي عندي كيجي عندي الاب ديالي من اكادير حتى لفانتسان، كيقول لي اللي وقع اللي وقع، راك باقي انت في اسميتو، خليك بقى تدرب. فعلا بقيت كنوض مع 6 الصباح في البحر الفانتسان، كنمشي نجري لانطريمان. المهم اللي ما يجيو هما، لانه دوزوا على ما اظن 10 ايام ملي جاو التحقت بالمجموعه ديال حسين اكادير، كان تريني، وكان المساعد هو السي مراد جبران. مراد جبران حتى هو ملي كتلقى مساعد كيفاش كيحاول انه يخفف عليك، يعني كما كنقولوا ماشي ازمه، يخفف عليك من ذاك الضغط اللي كان عليك. وهذا فتكلم معايا حتى هو، وراه غتجي الفرصه ديالك، وجلال حتى هو اللي كان الحارس الاول حتى هو راه ما جاش ولقى الفرصه ديالو، راه صبر. وهذه الناس كيهضروا معاك، كيهضروا معاك، وانت كتحاول انه تطبق هذوك التعليمات اللي كيعطيوك، والكلام اللي يعني باش 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 كيبقى عندك كلام ديال الناس اللي قبل منك.
بالفعل بديت معهم ما 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 عمرني هذيك السنه هذيك السنه توفى فيها يعني واحد ثلاثه المقابلات توفى فيها المدرب الروماني جابوا بلغاري جابوا واحد بيغوليا ولا بيغوليا وجابوا يعني بيغوليا هو اللي كان مدرب بلاصه الروماني واللي كمل العام وانا كمل العام كما قلت لك عمرني ما 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 ما, ما, ما تاني تكونفوكي دوزيام غارديان حتى المرحلة ديال الإياب كان هذاك المدرب البلغاري كيعمل يعني دائما كان معنا واحد كان معنا واحد الصديق اللي هو جمال سخي راه كتعرفوا حتى هو راه كان معنا في الفريق وكان عايش معنا كان معكم في الفريق ودابا راه حنا معنا في الفريق موجود معكم في الفريق حتى هو راه كان عايش معنا في هذوك الظروف لأنه كان مدرب ديالنا في واحد الوقت وكان مساعد مدرب ديال السيد ديسكيتيوي فهذيك الوقت كان المدرب البلغاري يعني كيموت على شي حاجه سميتها الميزان يعني كيدير لك الميزان في اول يعني اسبوع وفي اخر الاسبوع الوقت اللي غتكون التعهيد ديال اللي حالك زيد ما غاديش فعلا في واحد المقابله ما كنتش ديال فريق الكوكب المراكشي في مراكش ما كنتش انا عارف راسي ما غنكونش كنضرب ثلاث اسبوع كنمشي السبت لحد ندوزو مع الدار تعاود الاسبوع الاخر فهذاك الرامي اللي كان حارس الثاني يمكن هذاك الاسبوع مع كلا ولا ما عرفتش المهم ملي دار لينا الجمعه في الصباح قبل التدريب ومن بعد التدريب كدار لائحه ديال اللاعبين المؤهلين للمقابله المجيه فكان دار لي ولقى زيد كيلو مشى زيد كيلو انا ملي كانت كتنتهي الحصه ما كنشوفش حتى في ديك اللائحه عارف راسي ما كاينش راه كيتصل شي واحد كيعيط ليا رضوان راه كاينه السميه ديالك راك انت وسميتو انت واش قيره غتمشيو لمراكش بالفعل مشينا لمراكش وباقي عقل على هذيك المقابله فزنا بها بواحد دونك هذه اول مقابله غادي نلعب غنلبس التوني ديال فريق حسين اكادير كانت مراكش على ما اظن 95 96 وفزنا بهذيك المقابله باصابه ديال عبد الكبير مزيان ضربه الجزاء ومن هذيك المرحله بديت مره كان يعني كان كونفوكا مع الفريق حتى اخر مقابله في الموسم يعني كنا احنا اخر مقابله هذيك المقابله صافي الفريق محتل يعني وسط الترتيب وكنا غادي نلعبوا كنا غنلعبوا ضد فريق القرد الفلاحي سلا وفريق القرد الفلاحي كان هو وفريق اتحاد سيدي قاسم واحد فيهم غادي يطيح كان فريق اللي نزل وكاين فريق اما اتحاد سيدي قاسم اما المهم ديك المقابله وفي هذيك المقابله الاخرى تقريبا اللاعبين الاغلبيه ما مشاوش لانه كاين اخر مقابله كاين هناك اصابات كاين هناك تعب فمشيت انا اللي قال لي مدرب غادي تلعب دونك هذه انا اول مقابله اول مقابله ديالك كنت غادي نلعب لعبتها ضد فريق القرد الفلاحي وكان عندهم المرحوم المدرب المرحوم السي العماري راه معروف كانوا لاعبين كبار بحال من محمود به عنان اللي هو عنان في هذاك الموسم كان هو وبصير صلاح الدين بصير يعني كانوا كيتنافسوا على لقب ديال الهداف وكانوا مقادين تقريبا وكان لعبوا وكان يعني الكره الاولى باقي عقل عليها يعني يمكن راه كيتذكرها كلشي زعما سانتيام مينوت سيزيام مينوت جات واحد الكره يعني كما كنقولوا فاص مع اللاعب به يعني انا الوقت اللي خرجت لديك الكره خرجت ليها بطريقه ديال حراس من المرمى خرجت محلول يعني هذا به كيضرب هذيك الكره بالقوه اللي عنده كتجيني فاص فوجي طاحت تقريبا شي جوج دقائق ايه عرفتي ما نكذبش عليك راه ملي كتجي كره في هذه اول كره جات اول كره كتجي لبنشتيوي كتجي لوجو فهذيك هي الكره اللي دخلتني في المقابله فبصراحه يعني نقدر نقول لك لحد الان غتسولني على احسن مقابلات اللي درت من بين المسار ديالي من بين غادي نقول لك المقابله ديال القرد الفلاحي فاللاعبين انا كنت في المستوى اللاعبين ماشي كنقول لك هبطوا ديهم على ما نديروا بالمقابله وفريق القرد الفلاحي خصو يفوز في هذيك المقابله باش ما ولا يدير غير التعادل باش ما يطيحش وانا خصو يسجل وانا اول مقابله ديالي وانت ما خصكش تمارك وانا ما خصنيش تمارك كيجي والله كيجي باقي عقل راه ولا صديق ديالي عنان
كيقول لي الله يخليك حشومة عليك خليني نسجل انا غنطلع نسجل تعادوا خلي. المهم كنت كما كنقولوا يعني كنت سبع في هذاك المقابله الحمد لله ربي ما خيبنيش. سالت المقابله بواحد لواحد. فاول مره كتسالي المقابله كيجي عندي المدرب البلغاري كينقني يعني انا بحالي ما كاينش كيقول لي ما كنتش زعماك كرو ماتش هادي. ففرحت الحمد لله فرحت عرفت هذيك هي البدايه ديال فالسنه المقبله الحمد لله بدينا الاستعدادات ديالنا. وكنت انا هو الحارس الثاني مع شقيره وكان هذا المدرب البلغاري بدينا تقريبا. وجا في هذيك السنه التحق السي عبد العزيز سكيتيوي الفريق الكبار كان مساعد مدرب ديال فريق حسين اكادير. بديت المسار ديالي الحمد لله تما يعني بديت كندخل مقابلات شويه بشويه حتى بديت كنتعرفوا على المسار ديالك. وصل لمرحله واحد المرحله مهمه اللي هي غادي تجي من بعد ملي غادي يلتحق عبد العزيز سكيتيوي والسير دوان بالشيوي غياخذ الرسميه ديالو ومن بعد غادي يجي محمد فخير والبطوله. بغيناك تحدد لنا على هذه الفتره غير بعجاله لان الحديث معك شيق وطويله السير دوان. الا بقينا انا وياك غنبقاو هنا اربعه السوايع غنفطرونا. وبالتالي اذا كان ممكن بعجاله هذه الفتره الالتحاق ديال عبد الهادي السكيتيوي من بعد مشى عبد الهادي السكيتيوي التحق محمد فخير الفوز بالبطوله هنا هذه الفتره هذه بالضبط ولا رضوان بشتي بين افضل الحراس اللي عرفتها كره القدم الوطنيه. تحدث لنا على هذه الفتره هذه. فكما قلت لك بدينا بعجاله بدينا السنه يعني تقريبا واحد اربعه خمسه المقابلات ما مشاتش النتائج مع المدرب البلغاري. ف سكيتي هو اللي خدا بزمام الامور ولا مدرب رسمي ولا معه سيمبار قداني هو المساعد المدرب. فاول واحد عطاني يعني وضع فيا الثقه هو سي عبد العزيز سكيتي هو عطاني يعني وضع فيا الثقه. وبقيت بديت كنلعب مقابلات تقريبا اربع سنوات مع سي عبد العزيز سكيتي ولكن ما كنتش كنلعب مقابلات يعني كما كنقولوا دائمه. فمره نلعب انا مره جلس قيره مره كل مره كيف كان يعني السي عبد العزيز سكيتيوي كيكون الحارس الرسمي شكون اللي كيكون. الحمد لله يعني اربع سنوات استفدنا منها شيء الكثير من السي عبد العزيز سكيتيوي. من بعد يعني كنتمناو ليه بالمناسبه كنتمناو ليه الشفاء بهذه المناسبه. ومن بعد التحق السي محمد فخير السنه اللي التحق فيها السي محمد فخير. فالكل كيعرف بانه هذيك السنه فزنا بالبطوله لانه الكره ما عندهاش منطق. لان كتشوف السنه اللي من قبل حتى لينا الصف 14 يعني الصف 15 و16 طاحوا نزلوا. ولكن كانت البوادر ديال الفرقه السير دوان شوف فرق قويه كاين واحد المجموعه واحد الكتله. انا غنقول لك واحد المساله اللي هي الانسان راه قال لك من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ما يمكنش السي عبد العزيز سكيتيوي غادي يشتغل مع فريق وما يخليهش. صح باش نكون واضحين نشوف كاع يعني المحطات اللي داز فيهم راه ما يمكنش الا وخلى فريق. المغرب التطواني كذلك مشى بنا فريق. المغرب التطواني الان فريق اولمبيك اسفي اللي كيحتل الان الصف الرابع يعني ما يمكنش انسان اللي كي مخلص في العمل ديالو وكيخدم عمل قاعدي اللي صعيب يعني مدربي قلائل اللي كيشتغلوا بالطريقه ديال سي عبد العزيز سكيتيوي. كما قلت لك جا سي محمد فخير زاد بعد الروتوشات غنقولوش ما دار والو حتى هو ضروري جاب واحد جوج ولا ثلاثه اللعابه جاب جوج ولا ثلاثه ديال اللاعبين والحمد لله بدينا المسار ديالنا. غير هما لي زوبجيكتيف ديالو كانوا باينين لينا من الاول محمد يعني امن بالمجموعه اللي عنده امن بها يعني من خلال يعني المعسكر اللي كنا قمنا به لا في اكادير ولا في افران شاف بان عنده مجموعه. ومحمد من المدربين اللي كيعرفوا الفرق الاخرى كيعرفوا يعني الصغيره والكبيره الخصم فوالا عرف المجموعه اللي عنده عرف المسائل اللي يمكن يعني لي زوبجيكتيف اللي يمكن يوصل ليها. ولكن ما عمرنا هضرنا على المساله ديال البطوله اننا نفوزوا. كنا كنمشيو مقابله الحمد لله حتى بدات كتوضح لنا الرؤيه راه يمكن يعني نديروا شي حاجه مزيانه كما كنقولوا الفريق حسين اكادير. نقدر نقول لك بانه راه ما كناش كنتكلموا على البطوله حتى تقريبا المرحله ديال الايام عاد بدينا كنتكلموا المرحله ديال الذهاب كنتو حتى ليتو المركز الثاني. لا
مرحلة الذهاب احتينا المركز الثاني لانه لعبنا الدورة 14 دورة 14 لعبنا ضد فريق الوداد البيضاوي في الدار البيضاء ونهزمنا بواحد. فمقابلة اللي كان الحمد لله يعني الجمهور يعني لما كتكون في الفندق في الدار البيضاء وكيجي عندك مثلا ابو القاسم مع 10 الصباح كيقول لك راه غتلعبوا بكيشي فيرمي شبابيك مغلقه يعني كيفاش غتكونوا في ملعب محمد الخامس يعني ماشي ملعب صغير ولا 50 يعني كيكون عندك واحد بصراحه واحد الموتيفاسيون كتكون عندك باش تقدم. مع الاسف انهزمنا في هذيك المقابله باصابه لصفر والحمد لله يمكن هذيك المقابله خلات نعاود نحيوا الامال وكما كتعرف في هذيك السنه راه لعبنا من بدايه البطوله 6 مقابلات ما نهزمناش فيهم من البدايه 6 ديال المقابلات ما نهزمناش فيهم الحمد لله مشينا في المسار يعني الصحيح وما كانش عندنا ليفيكتيف بزاف تقريبا 14 لعيب اللي كانت ولا 13 لعيب هي اللي كدور اللي كانت كدور والحمد لله يعني كما كنقولوا سي محمد جبد فينا داك الشيء اللي بغى جبد منا داك الشيء اللي تلقاكم كما عصرنا كما تلقاكم داك الشيء الحمد لله كانوا لا بصراحه كانت تجاوب بيناتكم كانت مجموعه بحال 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 عائله فلما كتكون دوزتي اربع سنين مع سي عبد الهادي السكيتيوي وعاود سنه مع خمس سنين انت راه يعني عائله وحده وخصوصا انه اللاعبين كانوا كينتميو كلهم للمنطقه ديال جهه اكادير فلاعبين كلهم اللي جاوا غير من سميتو من الهوات معظم ديال اللاعبين انا جيت من دفاع مصيرنات هشام جا من اولمبيك تشيرا اكجا جا من نجم حمزه حمو محال جا من ورزازات كيف الاخوان الشريف كانوا في الفئات الصغرى ديال فريق حسين اكل لكن اولاد المدينه وكنهضروا لغه واحده محمد زاد عندنا واحد جوج ولا ثلاثه عناصر اللي هو على ما اظن لا بوبو حتى السنه الثانيه زاد لينا زاد ميري وزاد ميري مدافع سيلا وزاد كوريا هاد ثلاثه ونقول لك واحد الحاجه كانت معروفه في فريق حسين اكادير انه اي لاعب جا الا وكيت انتير كاين دامج يعني المجموعه بسرعه يعني ما عندناش ديك المساله ديالنا حنا راه ولاد البلاد هذا راه براني فما كانتش عندنا هذيك الفكره نهائيا الحمد لله كنا اي لاعب جا الا وكنحضنوه وكنا نعيشوا انه راه حنا كنا كعائله وحده وهذيك هي قوه ديال فريق حسين اكادير في الفوز بالبطولات بجوج. مليتي من روتين الهدايا التقليدية وبغيتي تاخد هدية مختلفة بلمسة ديالك أو بلمسة شخص عزيز ما عليك غير بالإدريسي بيوب كتقدم لك خدمة الطباعة الحرارية على أي حاجة بغيتيها يمكن لها تطبع لك أي اسم أو رمز أو صورة على الملابس الأواني وحتى المفروشات وهذا الشيء كامل بثمن جد مناسب ما عليكم غير تواصلوا معنا عبر الرقم 0661-09-35-65 السير دوان في هذه المرحله هذه كنت برزتي بواحد الشكل كبير في البطوله الوطنيه وكنتي حطمتي واحد الرقم قياسي اللي بغيتك انت تهضر عليه هو ما بغيتش نقول انا ما تسجلش عليك حتى هدف ولا ولكن بغيت انت هاد المساله هذه تهضر عليها يمكن عدم استقبالك ولا هدف في ملعب الانبعاث طيله البطوله. والحمد لله يعني هذا جا واحد طمرت عمل يعني ديال المجموعه كلها ماشي غير ديال رضوان بن الشيوي الحمد لله هذا رقم قياسي اللي بقى في المسار ديال رضوان بن الشيوي انه سنه كلها ديال 2001 2002 ما تسجلش عليه حتى شي ما تسجلش حتى شي اصابه حتى شي هدف في ملعب الانبعاث
واش غادي نقول لك يعني والله ما ملي كنا كنلعبوا المقابلات نهائيا ما عمرني فكرت ما فكرت نهائيا في انه ما هذا واجب ديالي انا ما خصنيش ولكن ما فكرتش في الرقم القياسي انا نحطمه ولا يعني كما قلت لك البطوله جات من بعد يعني اللعب ديال المقابلات وتا هذا الرقم جا من بعد فكان كان واحد المساله انه في المقابله اللي غنلعبوا ضد فريق الوداد البيضاوي في مدينه اكادير اللي سجل فيها كورني هذيك هي اللي تقريبا 80% ديال البطوله فالاجتماع التقني قبل المقابله فجينا لقينا سي محمد حط الطابلو ودير الخريطه ديال المغرب ودير واحد النقطه صغيره جيت كازا بالاحمر ودار واحد دائره كبيره ما فهمنا والو حنا كنتسناو يعطينا التشكيله ونهضروا على التكتيك دار هذيك المساله وانت كتعرف محمد ما كيديرش شي حاجه غير هكاك فاول حاجه قال لنا اليوم غتلعبوا ضد فريق الوداد البيضاوي وهذه النقطه هذه اللي حمراء حجيت كازا هذو هما الجمهور ديال فريق الوداد البيضاوي اللي غيكونوا متعاطفين مع الفريق ديالهم انتم راه المغرب كله متعاطف معكم لانه اول مره غتلعبوا على البطوله وهذه كانت مساله يعني ماشي حاسمه خلات يعني خلتنا احنا راه حاسين بالمسؤوليه اللي علينا ولكن باش ما المدرب يحمسك وكيجيب لك افكار يخليك انك تموتيفا وتدخل في المقابله فمحمد كان من هذه المسائل ومجمل يعني المسائل اللي ذكرها في الاجتماع التقني والله العظيم ما نكذب هذيك نسيت انا هذيك المساله ديال ما كنتش كنفكر فيها ديال يعني هو البطوله الوطنيه انك تحط مراقب قياسي غادي يسال الاجتماع ويقول لهم نطلب منكم طلب واحد هكا بهذا تعاونوا مع هذا الوليد وده شار لي بالاسبوع ديالو انا بقيت شفت فيه ويقول لهم واش عرفتوا بانه راه ما دخلش عليه حتى شي هدف طيله السنه وهذا هو هذه هي المقابله الاخرى اللي داخل الميدان يعني راه غادي يبقى رقم قياسي اللي غيبقى ليه ديما فاللعبه يعني كل شيء قال ان شاء الله يكون غير خير وهذه يعني كيخلق فيك واحد الحماس وكيدخلك في المقابله فهذاك كما قلت لك ذاك رقم قياسي ماشي غير ديال بنشتي وديال الفريق كله ديال المجموعه كلها والحمد لله يعني فزنا بالبطوله الاولى وجات يعني السنه الثانيه وفزنا الحمد لله بالبطوله الثانيه فنقدر نقول لك سي حميد ما يمكنش يحس هذاك الاحساس الا هذوك اللعابه اللي كانوا في هذاك الوقت يعني لما كتشوف كما قلت لك كدوز في الشارع وكتلقى مرا كبيره راه كلشي عاش معنا هذيك الفرحه يعني كلشي يعني لا اطفال لا نساء لا رجال كدوز وثق بيا كدوز المرا ما كتقول واش ما كتعرفكش وكتشوف فيك لاباس اولدي والله يعاونكم ان شاء الله هذا العام وتفرحونا جميل يعني راه ما يمكنش راه واخا تكون وكان محمد ديما كيقول لنا واحد المساله في المقابلات الاخرى كان كيقول لنا راه ما يمكنش الانسان يطلع حتى كيفاش كيقول لها حتى الساقية كيما يعني غادي تضرب واحد المسافة كبيرة باش تقرب وما تشربش ما تمشيش حتى لراس العين وما توصلش يعني ما يمكنش تمشي حتى لراس العين وما يمكنش تشرب فمن الاول ديال البطولة وحنا غاديين في واحد المسار جيد وكنا يعني دائما مع فريق الوداد البيضاوي وكنشوف بان هذيك المقابلة هي السنة مقابلة السنة الحمد لله ربي ما خيبناش كنا جالسين كما قلت لك في الفندق مع 10 الصباح ولا 11 وكتسمع بينا الملعب كله مملوء عن اخره في المقابله ما يمكنش يكون على يقين والله ما تلقى بحال هذاك النهار ما يمكنش تلقى لاعب كيدور حدا لابيسين ولا كلشي مركز كلشي داخل يعني الغرفه ديالو مركز مع الصديق ديالو الحمد لله ربي ما خيبناش وفرحنا هذاك الجمهور جوج ديال السنوات متتابعه وكما قلت لك راه الفضل ديال هذه البطوله الان البطولتين اللي في البالماريس ديال فريق حسين اكادير راه الفضل كيرجع للكل راه ماشي المجموعه ديالنا راه لا مدرب لا جمهور لا مكتب مسير لا الصحافه اللي كانت الجهويه يعني الجمهور حتى هو راه كان يعني واحد الاستقبال اللي دار لنا في المطار لما جبنا سميتو البطوله الاولى من مكناس راه ما يمكنش هذاك الجمهور اللي شفناه وديك الطريقه ديال الاستقبال الحمد لله كما قلت لك الانسان هاد المسائل ما يمكنش يحس بها غير هذاك اللي عاشها دونك هاد المساله هادي مهمه اللي قلتها السي رضوان بان البطوله راه ماشي مدرب ولا لاعب اللي جابها مجموعه ديال العوامل هي اللي كتساهم الاداره التقنيه
كتب المسير اللاعبين الجمهور الاعلام، وكنعرفوا ان ذاك ان مجموعه من الاعلاميين انتقلوا للمكناس في هذيك المقابله الاخيره وكذلك الجمهور. كيبقى هذا الشيء في التاريخ السي رضوان، وكان لكم الشرف وكان لكم لان هذا الشيء غيبقى في التاريخ ويبقى لك الرقم القياسي ايضا الى يومنا هذا. مازال مازال رضوان بشتي وصاحب الرقم القياسي. غادي نركز معك دابا باش ملي نشوف شي حارس غنبقى نقول على الله الثمار كيفيه البيت باش يبقى الرقم القياسي عندنا. السي رضوان دابا المسار الكروي ديال السي رضوان بحسيت اكادير اشرف على النهايه من بعد الفوز الثاني البطوله الثاني في البطوله. السي رضوان يمكن غادي يلتحق هنا ملي غادي يسالي المسار ديالو كحارس مرمى، غادي يلتحق بمدرب ديال الحراس، وهذه المرحله اخرى مهمه ايضا في حياتك المهنيه، لان كنعرفوك ان السي رضوان من بين القلائل اللي كما كيقولوه الساكو مدرب الساكو مشى واستطاع يشتغل ساكو في كتافه ديال سعيد مسكين واستطعت تفرض راسك في الخليج في الامارات في عمان وكذلك في الجزائر وفي حتى في المغرب رفقت اولمبيك خريبكا اللي هذه فتره مهمه، وحجرت اكادير ايضا كنت مدرب ديال الحراس. بغيت السي رضوان تهضر لنا على هذه الفتره ديال مدرب ديال الحراس من بعد الاحتراف ديالك خارج ارض الوطن. مباشرة من انتهاء ديالي المسار ديالي كحارس مرمى فريق حسين اكادير في البطولة الثانية من بعد الفوز البطولة الثانية، فكان هناك واحد ما كانش هناك، انا فكرت لانه راه انا 29 سنة حبست حراسة المرمى يعني كان شوية غريبة. العلولي قال لي حبستها في 29 لا الاشكال انه كنت كنشوف بان بغيت نمشي في هذا المسار ديال التدريب يعني نمشي من صغري. فكان هناك في 2004 كان هناك يعني دورة تكوينية في المانيا بهامبورغ ديال حراس المرمى، مدربي حراس المرمى، فالتجأت سي بيجديك اللي كان رئيس الفريق وسي عبد الله بورقاسم وطرحت عليهم يعني الفكرة والحمد لله وافقوا، ما كانش هناك حتى شي اشكال. مشيت التحقت على اساس انني انا غادي نمشي ندوز هذيك الدورة التكوينية وملي غنرجع غنرجع حارس مرمى عادي. ملي رجعت ما بغيتش باقي طموح افاق اخر، الحمد لله ربي ما خيبنيش. فهذيك السنه 2004 بديت كمدرب حراس فريق حسين اكادير حتى 2008 مع فريق حسين اكادير، ومع فريق حسين اكادير الدوره التكوينيه يعني اللي درت في وكان جميل هو ان كان اللاعبين لعبتي معاهم وكنت معاهم في المجموعه وبقاو هما وانت كنت مدرب، كانت واحد المساله زوينه بيناتكم. انا ما كانت لا غنقول لك حسن وشريف كيلعب هشام علولي لا راه هي مساله ايجابيه وسلبيه في نفس الوقت. غنقول لك لانه الانسان خصو يخرج من الجيباب ديال اللعيب ويدخل في الجيباب ديال المدرب، وهذه المرحله ديال انه يخرج من الجيباب ديال المدرب ويدخل الجيباب ديال اللاعب ويدخل المدرب ما سهلاش اما ويا اما. كان في هذيك الفتره ديال اربع سنوات اللي قضيت مع فريق حسين كمدرب حراس المرمى كنشكر فريق حسين اكادير لانه هو اللي فتح لي الافاق ديال التدريب. درت دوره تكوينيه بالمانيا 2004 2006 درت دوره تكوينيه بفرنسا وساعدوني يعني كثير لانه ما كانوش دورات تكوينيه بالنسبه لمدرب حراس المرمى بالنسبه للمغرب نهائيا. فالحمد لله اشتغلت مع فريق حسين اكادير حتى 2008 2008 التحق بفريق قبل ما نلتحق بفريق نادي دبي الاماراتي. كانت عندي واحد التجربه مع فريق اتحاد تملول كانت عندي واحد التجربه ديال ما على ما اظن واحد اربع شهور. فهذيك السنه فاش لعبوا البراج وصعدنا الحمد لله في 2008 كما درت ساكي في كتافي وهذه هي المساله اللي كنبغي نوصي بها المدربين ولا اللاعبين دائما الانسان كيبقى يتسنى الفريق ديالو ولا غير الجهه سير قلب على راسك. الحمد لله المساله السي رضوان ما عندناش حنا في الجهه، الناس ديال فوق كيديروها، خص هذه المساله تكون حتى هي من السيره. الحمد لله يمكن بدات دابا بدات لانه ما عندكش بديل، ما تسناش غير الفريق ديالك ولا الفرق ديال الجهه. يعني كيما قلت لك دير صاك في كتافك وسير قلب على راسك، إذا كنتي كومبيتون بطبيعة الحال تفرض راسك راه تفرض كيما تفرضوا في الفريق ديالك ولا في مدينتك راه تفرضوا خارج المدينة ديالك. فالتحقت في فريق 2008 في فريق نادي دبي
الاماراتي الحمد لله. من بعد التحقت ب فريق نادي الكويت الكويتي بالكويت رفقة المدرب روما اللي كان فاز روما مع الوداد البيضاوي. من بعد رجعت لفريق اتحاد كلباء الامارات. من بعد التحقت انا السير دوان واخا ما بغيناش نطولوا بزاف في هذه المرحله هذه، ولكن واش في لانتيغراسيون تما في العادات، ولان كنعرفوا ان المشرق ماشي هو المغرب، وما كانش عندك صعوبات في لانتيغراسيون في الوصول ديالك الاول المشرق. انا اولا لما مشيت مدرب حراس باقي صغير، يعني ما كانش عندي شي تجربه كبيره. لما التحقت بفريق، انا اول فريق خارج المغرب نادي دبي الاماراتي، ما التحقت وانا يلا عندي 4 سنين. اول مساله باش غير نحكي عليك انه كاينه واحد المساله تري امبورطون بعدا في الفرق ديال الخليج، كتعرف بانه الاستعدادات ديال السنه لبدايه السنه ما كيمكنش ديرها في الخليج، لان كتكون درجه الحراره مرتفعه. اول حاجه كديرها في اوروبا، هذا كيخليك تكتشف عاود تكتشف دول، كتكتشف يعني ملاعب، وكتكتشف البنيه التحتيه ديال النوادي الاخرى في اوروبا. فهذه يعني استفدت منها بزاف، يعني الدول اللي مشيت لها، يعني لا مع فريق نادي دبي، لا مع فريق الاماراتي الاخر اللي اشتغلت فيه، ولا مع فريق الكويت الكويتي. كتكون كما كنقولوا كتمشي للدول اللي كتشوف فيها يعني كما كنقولوا بنيه تحتيه جديده. فالتحقت السنه اللي التحقت بها في نادي دبي كان عندهم مدرب مصري ايمن الرمادي، اللي هو الان مدرب ديال الفوج سميتو نادي عجمان ايمن الرمادي. ودوزنا تقريبا واحد الاسبوع في دبي، ومن بعد غنلتحقوا بفينا فينا لوتريش، غادي نديروا معسكر ديال ثلاثه الاسد 21 يوم. فكيطلب مني انني نعطيه نجيب ليه، يعني هو كيقول لنا ها البرنامج العام اللي غادي نديرو في دوب في لوتريش في فينا، ها هما المقابلات اللي غنديروها، الحصص التدريبيه اللي غنديرها. انت مثلا بن شتيوي رضوان، انت عندك في هذه الحصه 20 دقيقه، هنا 25، اعطيني البرنامج ديالك. البرنامج ديالي كله بالفرنسي، خصني نجيبوه غد ليه، نجيبوه ليه بالعربيه. بالعربيه ولا بالعربيه؟ لانه هو مصري. باش نجيب ليه برنامج، انا ما منك ما كتعرف هنا الدورات التكوينيه كديرها بالفرنسي، يعني الا تقول بلونجو تقول بلونجو، ما تقول لي ارتماء مثلا. ف وكاين حتى شي كلمات اللي صعيب بعدا ترجمهم. فعيطت ليه والله العظيم، عيطت ليه في الوحده ونص ديال الصباح، لان غد لي خصني يعطيه برنامج ومن بعد غنمشيو. قلت ليه كوتش راه اش واقع ليا، انا غير صوريت عليه وقطعت، هو اتصل بيا قلت ليه راه خفت لا تكون ناس، يعني من طرائف. قلت ليه كوتش راني، قال لي مازال، قلت ليه باغي كنصوب في البرنامج، قال لي، قلت ليه ما عرفتش بالعربيه كيفاش غادي ندير البرنامج بالعربيه، نكتبوا ليك هاش بغيت ندير تريز دبار، اش غندير تحكم في الكره، يعني بدا كيضحك. قال لي شوف برنامج انا ما يهمنيش تعطيه ليا، انا غير البرنامج اللي عطيتك يعني ادبت معاه انت. صافي نعست، صافي مشينا، يعني من المسائل اللي خصك تضبطها مع الوضعيات اللي كتعيشها ملي كنا في دبي، ولا ملي كنت الحمد لله في الامارات، ولا ملي كنت في الكويت، ولا ملي كنت في الجزائر. كتكتسب التجربه اللي كتعرف كيفاش تعامل بها مع مدربين ومع اشخاص، لانه العقليه راه كتختلف. راه العقليه ديال الاماراتي ماشي هي ديال الكويتي، وماشي هي ديال مدرب مصري. اشتغلت مع الامارات وانت مغربي، دونك راه ماشي ساهل باش. اشتغلت مع مدرب مصري، اشتغلت مع مدرب برازيلي، اشتغلت مع مدرب ارجنتيني، اشتغلت مع مدرب برتغالي اللي هو روما. اشتغل يعني الحمد لله مدربين اللي كتستافد. انا السي رضوان كان عندك واحد التجربه في الجزائر، احكي لينا كيفاش جات هذه التجربه ديال الجزائر؟ واش انت اللي اختاريتي ولا كان عندك عرض؟ لا كنت مع المدرب ميغيل غاموندي اللي هو غاموندي غاموندي، كنت معاه في الامارات، وجاء عرض من فريق شباب الوزداد، لانه كان ديجا عند شباب الوزداد، وقال لي تمشي معايا تما. والتحقت مع فريق شباب الوزداد، والحمد لله يعني كانت تجربه ناجحه، ويعني اول ثق بيا، اول مدرب مغربي كتخرج ليه يعني الرخصه لا ليسونس من الاتحاد الجزائري، اول مدرب مغربي هو انت. هو انا، لانه قالوها لي في فريق، قال لي الكاتب العام راه اول مغربي كتخرج ليه الرخصه ديالو في فريق في الجامعه ديالهم الاتحاد الجزائريه.
فمن بعد جاء التحق الزكي التحق رشيد التوصيل. واخا كان هناك يعني كان ماشي مشاكل ولكن كان هناك يعني صعيب باش كما كنقولوا كارت سيجور كتكون صعيبه عندهم الجزائر. ما خرجتش لي الاقامه ديالي في الوقت. مشيت نقول لك مشيت انا ومدرب كاموندي مشينا بجوجنا للمديريه ديال الامن باش ندفعوا الاوراق الاقامه ديالنا. هو عطاوه ريسيبيسي يعني في لحظه العين وانا بقيت يعني واحد 15 يوم وخصنا نتسنى وهادي يعني الحمد لله يعني ما كان ماشي نقول انا كان عندهم مدرب اللي كيشتغلوا في المغرب. ما كانوش عراقيل من الناس اللي كتعيش معاهم ولكن سعيد هكا كتكون ما كيكونش ما كيبانش من جهه العراقيل ولكن كاينه كتكون تجربه اللي الحمد لله يعني اكتسبنا اصدقاء الان لحد الان اللي باغي كنتواصلوا معاهم لا في الامارات لا في الكويت لا في الجزائر لا في خريبكا يعني الحمد لله يعني جميل. دونك سي رضوان كانت تجربه كرويه حافله تجربه تدريبيه حافله هنا بعد التجربه ديال الجزائر يمكن غادي تدخل المغرب وغادي تلتحق بهذا الفريق من بين عرق الفرق الوطنيه ايضا اللي هي فريق اولمبيك خريبكا. بالفعل غير قبل هذيك انت تكلمتي لي على العقليه ديال الخارجيين. انا نعطيك واحد شي طريفه يعني لا عادي ماشي طريفه. دابا كتكون كنا في مع نادي دبي كنا في فيينا في لوتريش و جا رئيس الفريق واحد الويكاند جمعه سبت الحد وجاو ملي سالينا التدريب دخل بالزي الفوقيه ديالو كما كنقولوا وقال لنا والو نلعبوا ماتش يعني ستاف الطاقم التقني ضد الطاقم الطبي الاداري هو غيلعب معنا حنا ولعب بالفوقيه ديالو قال لنا الى ربحنا كاين مقابله نهار الاحد هادشي جمعه نهار الاحد لعبه باقي كنتذكر بايرن ميونخ ضد دورتموند في البطولة الألمانية بدات ديك الساعات حنا باقي كان راه غادي نديكم تفرجوا وفعلا مشينا لعبنا ولعبت انا حارس كتبان لي غندخل بالملعب الاولمبي ربحنا شي 3-4 كتعرف الطاقم ونهار الحد مشينا دانا تفرجنا في المقابلة ديال بايرن ميونخ ودورتموند وقعت لي حتى في الكويت كان عندنا مقابلة ديال الكويت مع القادسية الكلاسيكو بحال قلتي الديربي الرجاء والوداد احنا مع نادي الكويت مع القادسية ولكن ما صدقتش بهذيك جا عندنا رئيس الفريق في الليلة ديال المباراة كنت انا ورضوان حجري كان هو مساعد المدرب وروما والمهيئ البدني وقال لنا في الليلة قال لنا ربحتوا غدا الاسبوع الجاي كاين الكلاسيكو ديال البرسا والريال نديكم معايا في الطياره ديالي خاصه يعني كان رئيس فريق يعني من الناس اللي اغنياء بزاف الكويت قالنا تمشيو معايا الكلاسيكو وفرحنا وكان بريمير ميتا ربحي انا كل ساعه كندور كنقول كيبان لك انت رضوان حجري كنقول ليه السيمانه الجايه ان شاء الله الكلاسيكو السيمانه الجايه ان شاء الله الكلاسيكو والدقيقه 94 كانت كورنير ديالنا المهم كان كورني وانا نقول لرضوان وعير جمع الباليزه السيمانه الجايه غادي يمشيو كان الماتش في مدريد كورنير تضربات كونتر اتاك ماركا التعادل دقه 94 مشى الكلاسيكو شاق هادو مسائل اللي كتبعهم المساله ديال السي رضوان ملي جبتي لي انا هاد المساله ديال الخليج اللغه واش ما كانش عندك مشكل ديال اللغه لان مازال المصريين كيقدر يتهموا اللغه ولكن اللغه الدارجه ديالنا هنا كتكون صعيبه واش ما كانش عندك مشكل فاش كتبغي مثلا تشرح الحراس الحراس المرمى ديالك ولا لا كان شويه شوف واش غنقول مع البرازيلي اللي كيجيو يتدربوا حتى كيدربوا في الخليج هذا برازيلي ما كيعرفش لونجلي اش غايقول لهذاك شوف كرة القدم لغة عالمية ولا كتحاول تأدبت مع الوضعية اللي انت فيها وكاين شي حوايج يعني ما كنتش كنعرفهم راه كتعرف الخليجية ماشي هي الدارجة وانت ما ديك الفصاحة ديالك ما كتكونش يعني 100% يعني انا النهار الاول كنسمع الدوار شنو هو الدوار؟ فين جا الملعب لا غادي تمشي وراه تلقى دوار او دير الله يهديك سول قول لي شنو هو الدوار هو الاول عاد الدوار هو رون بوان فهمتي كاين ولكن الحمد لله مع الوقت يعني كتعلم اللغه ديالهم كانت وقعت لي هذه وقعت لي في كنت مع نادي دبي وكان
كنا مع نادي دبي كتعرف الاسم الثلاثي ديالهم. صعيب باش تحفظ الاسماء الثلاثيه. كان يعني العائله ديالي كيتفرجوا في المقابلات اللي كنكون انا كيتبعوا المقابلات. السنه من بعد مشيت للكويت. تقول لي واحد الزوجه ديالي قالت لي الله يلا بديت كنعرف السميات ديال الفرق الاخرى. يعني كاين مسائل اللي عادي كتحاول يعني تعيش مع الوضع اللي انت فيه. والحمد لله كما قلت لك فالهدف من هذا الشيء كله هو ديك التجربه اللي كتكون عندك والاصدقاء يعني دي كونيسونس اللي كدير. فهذا هو اللي استفدنا منهم الحمد لله في الخروج ديالنا من المغرب. مزيان سي رضوان. دونك انت قلت لك بلي مشيتي العوده للمغرب، هضر لي شويه على العوده ديالك وكيفاش تم الالتحاق ديالك بفريق اولمبيك خريب. فلما انتهيت من التجربه ديالي بالديار الجزائريه رجعت للمغرب، يعني رأيت ما يعني يكون عرض اخر. ف المناجر اللي هو يعني اللي شليدار اللي معروف هو اللي دانا داني الكويت، داني الامارات، داني الجزائر. فيمكن صديق ديالو رئيس فريق اولمبيك خريب قال لي هو السابق سي سكادي اللي كان نشكره بهذا المنبر وكنوجه ليه التحيه، كان تكلم معاه قال لي راه خصني مدرب ديال الحراس. فقال لي راه عندي مدرب الحراس يلاه دخل من الجزائر فلان من حسين اكادير هذه. المهم عادي اتصل بيا قال لي باش نلتحق. ما كانش عندي نهائيا انني ملي غندخل انني نشتغل في المغرب. قلت انا الى لقيت شي عرض خارج المغرب مرحبا، ما لقيتش غادي نرتاح واحد السنه. فكيتصل بيا كيقول لي تجي لخريبكا، تمشي تجي لخريبكا راه خصهم مدرب. الحمد لله يعني مشات الامور يعني على احسن ما يرام. قلت لي راه غادي نوقع معاهم غير سنه، رايت ما السنه الجايه نرجع ما درنا فيها علاقه بلا تجيني سنه وحده. قلت لي انا غنخدم معاهم سنه والسنه الجايه. وتا هو قالها لي قال لي تشتغل معاهم سنه ورجع للامارات ولا السعوديه ولا الكويت. صافي ولفت هذوك طقوس ديال الخليج كما كيقولوا. صدقت في 5 سنين مع خريبكا. فراه انت كدير حساب وربي كيدير حساب وخير فيما اختاره الله. الحمد لله يعني السنه الاولى اللي معاهم حتى لينا الصف الثاني وراه فريق الوداد. السنه الثانيه فزنا بكاس العرش والحمد لله قضيت معاهم 5 سنوات. السي رضوان هنا ملي تحدثنا على ان الساكي فوق كتافي وكيمشي بنادم وكان عندك محطات كثار، وبغيت نرجع لك على هذه المساله اللي غادي تكون اسريه. واش ما كيكونش عندك مشكل مثلا الدراري ذاك الانتقال كي مره كيقرا هنا من بعد كديه كيقرا هنا من بعد ما لا هذيك وتتبع علاقتك مع الزوجه ديالك؟ هذيك ما درتهاش انا، خليت الاستقرار، خليت انا عندي جوج بنيات، خليت الاستقرار للعائله وانا اللي كنمشي كنتقل. يعني لانه كتعرف هذه مساله ايجابيه اللي كاينه بعدا في العقد اللي كيكون مع الفرق الخارجيه، هو انه في العقد كيكون عندك واحد العدد ديال التذاكر ديال الطائره بالنسبه لك والزوجه ديالك والعائله ديالك والبنيه ديالك، يعني جوج ثلاثه على حسب كانت تمشي. يعني فما كنتش كنت مثلا في نادي دبي كانوا عندي ثلاثه ديال التذاكر انا وثلاثه ديال العائله ديالي. مزيد. يعني هي سته. انا ثلاثه كنجي وثلاثه سته العام، يعني ما كاين حتى شهر وشهرين كتجيو مره وما كيجيو. فما كانش عندي هذاك المشكل نهائيا ما كانش عندي، لانه خليتهم انهم حاولت انهم نقلب لهم عندي استقرار لاستابيليتي ديالهم. استقروا في مدينه اكادير وانا الحمد لله كنمشي كنشتغل. وبعد المناسبه كنبغي نشكر بصراحه الزوجه ديالي لانه راه عانت معايا باش تكون من 2008 حتى 2020 12 عام وانت بعيد على الدار ديالك وبعيد على الاهل ديالك والاصدقاء ووليداتك، راه ما ساهلش. كتعرف بانه العبء كله تلاح على الزوجه. وكنبغي نشكرها بهذه المناسبه هذه. وكنشكر منها كنشكر جميع الامهات لانه المدربين اللي كيعيش انا بصراحة اللي كيعيش في الدومين ديال الكرة ما كيكون ما عندوش استقرار. وهذا الشيء كيعود يعني يعني ماشي سلبي، ولكن كيكون واحد التضحية من جانب الزوجة ديال اللاعبين والمدربين والأمهات أيضا. فبصراحة يعني ما كانت سهلة 12 عام أنك تكون بعيد على الأهل ديالك، ولكن الحمد لله يعني الخير فيما اختاره الله. وكانت دازت الامور مزيان والوليدات الله يخليهم ليك ولا يخلي الزوجه ديالك السي رضوان الله يجازيك بخير. وصلنا للمرحله الاخيره، الحديث معك شيق السي رضوان، ولكن
نظرا لضيق الوقت وان البرنامج المده ديالو كل كيعرف انها لا تتجاوز الساعه، ولكن بامكاننا نتحدث انا وياك اكثر من 4 ساعات والحديث كثير وحديث طويل، خصوصا انك اختصرت لي مجموعه من المحطات اللي بالامكان تعطي فيها التفاصيل ادق. وصلنا للنهايه السير دوان، بغيتك دابا سير دوان بجتيوي بدات نقطع نسولك على شنو كدير دابا. ايه حيت ما بغيتش، حيت قلت لي داك النهار بلاش. لا 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 لا، انا دابا غادي تقول واحد الحاجه. لا لا نقول لك شنو غادي تقول لي، اش كدير دابا؟ وتقول لي لا، وتقول لي وسمعت بانه كدير سميتو كدير دوره تكوينيه للمدربين في العصبه باش نمشي معاك. وصلنا للنهايه سير دوره، ولكن قبل ما نختموا البرنامج بغيت دابا دزنا معك مسار كبير، مسار كلاعب، مسار كمدرب. السير دوان بجتيوي اليوم شنو كيشتغل؟ سمعنا باللي ان انت من مكون وكدير دورات تكوينيه من داخل عصبه سوسمان سالي كره القدم، تحدث لنا شنو كيدير اليوم رضوان بجتيوي. فلما جيت من انت العقد ديالي مع فريق اولمبيك هوليبكا، فكان لابد انني ندخل لعند وليداتي. الحمد لله يعني تحت فريق حسينة اكادير، الان كندير كمشرف عام على حراس مرمى حسينة اكادير، وفي نفس الوقت كندير دورات تكوينيه للمدربي حراس المرمى في عصبة سوس. فالحمد لله يعني من بعد المسار ديال بن ستيوارد دوان كحارس مرمى وكمدرب، فحاولت الان دابا نمشي في المسار ديال التكوين، وان شاء الله يعني نمشي في هذا المسار ديال مكون مدربي حراس المرمى، نمشي بعيد ان شاء الله. الله يوفقك السير دوان، من اللاعب المدرب المدرب المكون، جميل جدا مسار حافل. سير دوان عندنا بعض الاسئله المباشره اللي كنسولوا الضيف اخر الحلقه، اللي هي احسن مقابله بالنسبه لرضوان بجتيوي كلاعب. مقابله حسين اكادير ضد نادي مكناسي في مكناس اللي جبنا المقابله الاخيره اللي جبتوا بها البطوله. علاش؟ لانه رغم انه بجتيوي في هذيك المقابله هو اللي عارف راسه ما كنتش مرتاح 100% في البال ديالي، لانه كانت الزوجه ديالي في المستشفى غادي تولد. ورغم ذلك فالحمد لله ربي وفقنا في هذيك المقابله، وكنت في الطوب وجبنا يعني البطوله، والحمد لله يعني رغد لي الزوجه ديالي ولدات، اللهم لك الحمد. السؤال الثاني هو اصعب هدف تسجل على رضوان بجتيوي في المسيره الكرويه ديالك. احسن هدف سجلوا عليا اللاعب سمير صرصار سمير صرصار في الوداد ولا في الكوكب؟ في الكوكب جا واحد ضربة مقص كان عقل عليها في الملعب الحارثي سجل عليا، وكان صديق ديالي ودائما كيقول لي غنسجل عليك. يمكن عاود تسجل واحد الهدف بنفس الطريقه فاش التحق بحسينة اكادير. بالفعل سجل نفس الهدف على اتحاد طنجه. كنت معنا سي كنت معاكم سي حميد في هذيك هذيك الفتره كنت معنا. عندك مناسبة خاصة أو عائلية صغيرة ولا كبيرة؟ تلفتي وما عرفتي ما تديري؟ ماي تريتور أول تريتور أونلين في المغرب جابت لكم عروض رائعة، تخفيضات مهمة وديكورات وأفكار جديدة. أما الطياب مذاق ولا أروع، البوفيات يا سلام أشكال وألوان. مع ماي تريتور بكليك وحدة تتمنظر وتختار. دخلوا للموقع ديالنا mytreator.ma وريزيرفيو للمناسبة ديالكم وهنيو بالكم. السير دوان الحديث معك شيق، وهضرتي لينا على مجموع من الطرائف اللي وقعت لك في سواء فاش كنتي لاعب ولا فاش مدرب، ولكن بغيتك السير دوان بهذه المناسبه هذه تقول لي اهم الطرائف اللي وقعوا لك اللي باقين راسخين في في في, في الدماغ ديال السير دوان. لا الحاجه الوحيده اللي ما عمرني غنساها يعني طارفه وخلعه كما كنقولوا، هي اللي وقعت لي في دوله الكويت. كنا هما عندهم واحد بحال زودياك صغير كيخرجك كتبغي تدخل يعني في الغروب
وقت ديال الغروب ديال الشمس وكي كيخرجك هو بسميتو بجيتسكي زودياغورا وكيدخلك لداخل الداخل كيخليك تما واحد ساعه ساعتين يعني حتى كيقرب صافي الغروب طيح ديك الشمس وكيجي عاود كيردك. انا فعلا واحد النهار طلبت منه باش يديني ودخلت دار معايا ساعه. انا عندي المكانه كنشوف ساعه ونص ساعتين بدا الظلام كيطيح ما بغاش يخرج ما عرفتش ما السيد كان داير ما انا بوحدي يعني ما عمرني غنساها بصراحه. ما عرفتش هو اللي كما كنقولوا اللي حد داك زوديك كيوقف كيلوح بحال شي سلسله شي حاجه كتشد فيه الروش ما عرفتي راه ما جاش السي حميد حتى صافي دابا كنا غير كيبان لك كما كنقولوا الشاطي والله ما كيبانش كون غير ما كيعرفوا عارفين يعني اللي تراجي باش يجي عندك ولكن كون غير كيبان لك الشاطي غاتمشي تعوم غاتغامر. ما كنقولش غندوز الليله كلها هنا لا تليفون لا والو. بصراحه يعني جا دار معايا ساعه جاني في ساعتين ونص هو يماني وانا ما دابا باش يقول لي غير راه نسيتك نساني هو خرج مع شي كليان كما كنقولوا حتى كيهضر بهم ونساني ما عرفتش انا ملي جا عندي ما عرفتش واش كيقول والله ما عرفتش واش كيقول صافي. انا راه الخلعه ديال ما نقولوا الحمد لله يعني كاين الواقع اللي كيوقعوا لينا يعني في في في, في المقابلات وفي كما قلت لك بالنسبه للطرائف كان معروف يعني مصطفى الشريف معروف الطرائف ديالو في الفريق وكان يعني الضحيه دائما هو مصطفى زازا كانت يعني اللاعب السابق اللي كان معنا فكانوا بجوجهم دائما كيكونوا في نفس الغرفه ودائما ملي كتشوفهم نازلين ديما لازم سانسور ولا نازلين تعشاو لا دائما لازم مخاصمين يعني ماشي ديك الخصومه بطريقه سي كنسولوا دار لي ما دار ديما واحد النهار مصطفى والشريف هو وزازا في الغرفه ديالهم بالليل مصطفى والشريف يعني واش الجوج ثلاثة الصباح شوف العقل اش غيقول لي كيبان ليه مصطفى زازا مشى للمرحاض مشى للطواليت والظلام مصطفى يعني مسكين بهادي يعني ديك الطيبوبه اللي فيه ما شعلش الضو مشى في الظلام هذاك هز كما كنقولوا لي زار بيض وتلوى بيه ودخل البلاكار مصطفى رجع زازا باش ينعس وصبر هذاك راه مصطفى وشي باش تعرف الذكاء صبر شي جوج دقائق هو بقى البلاكار الاخر بقى راجع بلاصتو شي جوج دقائق وهذاك هو يحل البلاكار عرفتي بلاكار ملي كتحلو كيسمع كيدير الصوت هذاك شاف البلاكار محلول كيدور هكا كيلقى بنادم يعني ليزار عرفتي راه يكون ما كانش الشرجم الباركور كان غيتلاح من الباركور وخرج كيغوت مصطفى وشريف كيقول لي غير شعلتو كيقول لي راه غير انا دابا مصطفى وشريف كيبان في المقابلات شي قوي ولكن ملي قلتي على هذه المساله لا مصطفى وشريف كان معروف عليه مصطفى حتى في المقابلات الحبيه ديال كما كنقولوا ماتش دونترينمون ما كيبغي حتى واحد يلعب حداه مصطفى معروف عصاي وانسان اللي حر في اللعب ديالو وكتشوفوا ماشي نقولوا يعني راه هو درويش ولكن في الكره ما دائما هو مصطفى زازا نفس الشكل كتلقى مدابزين في التيران مدابزين في الغرفه ولكن يعني غير الضحك ماشي يعني الخصومه بطريقه سلبيه هذا يخليه يعاود لنا هو اللي غادي يعاود لكم في اخر الحلقه درنا واحد المساله بسيطه في هذا رمضان هو ان انت حنا كنوجهوا لك الاسئله والمتتبعين كيوجهوا بغيناك توجه شي سؤال رياضي المتتبعين ديالك اللي كيتبعونا على قناة ريمال تي في سؤال لي علاقة بالرياضة فاللي غادي يمكن نقول للمشاهدين الكرام فريق حسينية أكادير بالنسبة للبطولة الثانية اللي فزنا بها فريق حسينية أكادير مرحلة الإياب ما فزناش مقابلات نهائيا قليل مقابلات بغيت غير نسولهم شحال من مباراة في مرحلة الإياب فزنا بها شحال من مقابلة فريق حسينية أكادير في البطولة الثانية مرحلة الإياب الذهاب ولا الإياب؟ لا الإياب الإياب
كانت مقابلات قليله ورغم ذلك ربحنا. لا لا درنا 15 مقابله. 15 مقابله. فاش فزنا بالبطوله الثانيه. الثانيه. 15 مقابله. فزنا بمقابلات قليله وقليل بزاف. شحال من مقابله فزنا بها؟ شكرا سي رضوان، ما غاديش نجاوبك واخا يمكن انا كنعرف الجواب ولكن غادي نتمنى باش المتتبعين يجاوبوا. شكرا لك سي رضوان. شكرا سي حميد على الاستضافه. كان حديث شيق وكنتمنى لك كل التوفيق. خفيف ظريف سي رضوان. كنتمنى لك كل التوفيق ديالك في مسارك المهني في مسارك الاسري كمدرب وكمكون الان. وان شاء الله تمشي بعيد وان شاء الله تمثلنا كما مثلتينا في هذه السنوات تمثلنا ايضا كمكون لمدربي حراس المرمى ان شاء الله. شكرا بزاف. شكرا لك سي رضوان على الوقت اللي قضيتيه معنا وشكرا للحضور ديالك في حلقه اليوم من برنامج الحلقه الثانيه من برنامج جلسه رياضيه. كنعطيك سي رضوان كلمه اخيره للجمهور الرياضي. يعني شكرا اولا ريمال تي في وشكرا سي حميد على الاستضافه. اللي يمكن نقول للجمهور يعني بصفه عامه رمضان مبارك كريم، الله يدخلوا لكم بالصحه والهنا والله يبلغ لنا ان شاء الله ليله القدر. وشكرا مره اخرى على الاستضافه. شكرا لك سي رضوان مره اخرى. اعزائي عزيزتي متتبعي قناه ريمال تي في، شكرا لكم على المتابعه. كنتم معي في الحلقه الثانيه من برامجكم جلسه رياضيه. في الحلقه القادمه دمتم في رعايه الله والى اللقاء.